حانوتي هي منصة تاع توليد متاجر إلكترونية بالنسبة للمؤسسات والأفراد. كما نعرفوا اليوم المؤسسات عندها منتجات وعندها خدمات، فمليح بزاف يكون عندها موقع إلكتروني اللي تعرف فيه منتجاتها وخدماتها وتأطر العمل تاعها وتنظمه. دوكا كنت تشوفي الاستاذه تلقي باللي كثير من الناس راهم يتعاملوا مع صفحات الفيسبوك والانستغرام يعرضوا فيها المنتجات تاعهم، الزبائن تاعهم يتعبوا بزاف باش يلقوا هذاك المنتج، ومن بعد يزيدوا يتعبوهم ايضا هذه شحال دارت السومه تاعها، هذه كيفاه، ومرات يجوا طلبات في الليل وحتى الصباح باش يريبونديو لهم. مليح بزاف يكون كاين موقع الكتروني ينظم هذه العمليه ويأطرها، ها المنتج، ها المواصفة نتاعو، ها السعر نتاعو، إذا اقتنع به الزبون راح يدير له طلب مباشرة، ففريق العمل راح يختصر على روحه جهد كبير تاع خدمة أنه شركة يكون عندها موقع نتاعها اللي تبيع من خلاله السلعة نتاعها ولا الخدمة نتاعها. اليوم احنا في حانوتي قدمنا تجربة جزائرية بحيث الشركة إذا قررت ولا المؤسسة ولا حتى الفرد قرر باش يكون عنده هو موقع تاع تجارة إلكترونية، بدل ما يروح يستغرق وقت كبير باش يدير دفتر شروط اللي قادر ينسى في حاجات ولا يغلط في حاجات تجيه فاتورة كبيرة، مع حانوتي اليوم بمبلغ تاع اشتراك بسيط راه رايح ياخذ موقع تجارة إلكترونية بما يتطلبه السوق الجزائري. في دقيقة واحدة يتحصل على المتجر الإلكتروني تاعو، يدير فيه اللوغو تاعو، يدير فيه البانر هذاك اللي يدير فيه اللوحة الإشهارية على هو وش يقدم في الموقع تاعو، ويحط فيه السلعة تاعو بأسعارها ومواصفاتها، ويبدأ في تنظيم العملية تاع البيع عبر الإنترنت في الجزائر. وكاين اهتمام كبير، احنا رانا الحمد لله رانا كما في الفتره تاع اللونسمون تاع البروجي كاين اهتمام كبير، والعمل مازال لقدام، وحنا رانا نسعاو بجد اننا نقدموا افضل تجربه ونكونوا منافس قوي حتى المنصات العالميه اللي تشتغل هنا في الجزائر، ونتمنوا انه من خلال الشيء اللي نقدموه ننالوا الرضا تاع الزبائن تاعنا ونكونوا مقدمين حاجه تشرف الجزائر.